أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن إعلاء الأخوة الإنسانية وتعزيز روابط المحبة والتفاهم والعيش المشترك بين أفراد الأسرة البشرية على تنوعهم الفكري والديني والثقافي ثوابت وطنية تاريخية وقيم راسخة في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بالاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير وللعام 3 على التوالي استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2020 بالموافقة بالإجماع على مبادرة مملكة البحرين والسعودية ودولة الإمارات ومصر باعتماد هذه المناسبة الدولية إدراكا لأهمية إرساء دعائم التسامح والتعددية واحترام التنوع. وأشاد وزير الخارجية بالنهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم الذي أرسى ثقافة التسامح والسلام والتضامن واحترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية دون تمييز كركائز أساسية في الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وثمن سعادة وزير الخارجية المبادرات الملكية الرائدة في نشر ثقافة السلام والتسامح على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تؤكد تمسكها بقيمها التاريخية والحضارية العريقة ومبادئها الدستورية في تكريس حقوق الإنسان والحريات الدينية والتعايش السلمي ومواصلة سياستها الخارجية الحكيمة في تعزيز التضامن والشراكة الدولية من أجل عالم أكثر أمنا وسلاما واستقرارا.